بتعرف دكتور، يعني انت اخذتنا لحاله نوعا ما شعريه وافلاطونيه، خلتنا نسرح معك بكل كلمه انت حكيتها، ونتذكر بالفعل انه احنا شعوب جميله، جميله بعاداتها بتقاليدها بروحها بنزعتها للجدعنه، بنزعتها النشميه زي ما بنحكي في الاردن، ونزعة العز زي ما بنحكي في العراق وفي فلسطين وفي مصر. قديش احنا شعوب كريمة ومعطاءة ومحبة للخير ومحبة لبعض، والواجب بس انه احنا نعلي هذا السقف. كورونا ذكرتنا وكانت أزمة، لكنها ذكرتنا على انه احنا كرة أرضية واحدة، ما يصيب أي إنسان سيصيب كل الكرة الأرضية في يوم من الأيام. كيف نستغل هذه الأزمة التي أصابت العالم لنعيد كما ذكرت هذه الفرصة إلى الحياة، الفرصة للسياحة، الفرصة لإعادة هذا الشعور الجمعي بالوجود في هذه الكرة الأرضية؟ يا أستاذة ياسمين، إحنا يمكن من يعني الشعوب العربية هي كانت أكثر شعوب تغلب أو مواجهة لهذا الفيروس اللعين اللي هو أدى بحياة الكثيرين. فأنا بقول لحضرتك إحنا بخير قوي، وإحنا مش أفلاطونيين، احنا بنتكلم على أرض الواقع، لا نتكلم على مدينة أحلام أو مدينة المثالية. نحن من علمنا الكون الحضارات، إذا كانت الحضارة العراقية ولا الحضارة المصرية ولا الحضارة الأردنية ولا الحضارة الفلسطينية، ونحن من علمناهم الحب والسلام والمحبة والوئام وكل هذه المعاني الجميلة، وبنتعلم منهم. فعشان كده عايزين نبتدي نحب بعض أكتر، ونبتدي يعني نسمو إحنا بيننا وبين بعض، بالذات الشباب. ياريت نبدأ من رحلات المدرسية في السياحة العربية البينية، عشان الطلبة وهم بينشأوا وهم بيكبروا يبقى الوطن العربي في القلب، ومحدش يطلع يقول أنا عراقي أنا مصري أنا فلسطيني، لنا نقول أنا عربي. فعشان كده نبتدي من شبابنا يطلع يغير الكون، ويطلع يبقى يساهم في التنمية الاقتصادية، والمليارات تدخل. لأن مهما كان أي اقتصاد قائم، إذا كان اقتصاد أحادي المصدر زي بترول أو زي أي اقتصاد قائم، الاقتصاد الذي لا ينتهي وأقوى اقتصاد في العالم هو اقتصاد السياحي. الاقتصاد السياحي بيبيع منتج البلد وبيعمل تبادل في الثقافات والحضارات، وهم مستنيين كل دول أوروبا ويعشقونا ونعشقهم ويحبونا ونحبها، بس لازم نوريهم ان احنا ايد واحدة. هم عملوا دول الاتحاد الاوروبي، ما نعمل دول الاتحاد العربي في السياحة على الاقل.